كلام حلو جدا وكلام رائع. يعني احنا دلوقتي وصلنا ان احنا نقدر من خلال قانونا ان احنا نقدر نوقف هذا الموضوع, لكن من خلال احنا نقدر نوقف اتحاد كره القدم. انا هودي حاجه في حته تانية بس اتفضل. طب السوشيال ميديا هنعمل فيها ايه؟ ما لا السوشيال دي اسهل حاجه. هقول لك حاجه, انا دلوقتي هفتح واقول انا اسف اسلام الشاطر ده فوت ماتش الاهلي والمش عارف ايه, ما انا جاي لحضرتك. حد هيقول لك انت بتعمل تمام تمام. لا السوشيال دي اسهل حاجه على فكره. ازاي يا فندم؟ اذا بحثت عن محامي ولو صديقك هيجيب لك الحساب ده ومش هيتساب. صح. لكن احنا بنتكلم في الاخطر, لدي الجهتين للحساب. اتحاد الكرة اذا كان لسه عايش مش في غرفة الانعاش وهي مسابقته, وهي ليست فقط سمعة, هي قضية اقتصاد بيضرب. يا ترى بقى هم عجبهم ولا الحساب مين ولا الحساب اللي بيتكلموا زي ما صبري بيقول ونبعت بقى بضاعتنا بقى تتلعب سوبر مش عارف فين وفين وهكذا دواليك, ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ والجزء الاخر هو بعد ما ياخد هو القرار على كل مدير فني ان يلجا ايضا للحق المدني. دي الحاله الوحيده اللي مسموح له الاتحاد الكره والشخص نفسه اولا. السوشيال بقى كلنا بنتهاون في موضوع السوشيال الحقيقه, كلنا بنتهاون. بالمناسبه يا استاذ, بمناسبه السوشيال من يومين ثلاثه كده انا كنت طلعت اتكلمت في موضوع فالمهم حد من بعض من لا يشجع يعني النادي الاهلي بعت لي قال لي ايه, قال لي انت وشتمني. فانا عملت سكرين شوت وبعتها لمباحث الانترنت وقمت باعت له قلت له تم ان انا بعت الموضوع ده عملت سكرين شوت وبعت لمباحث الانترنت عمل البلوك وطلع وجري وعمل. وعلى فكره كان هيتجاب, هيتجاب على فكره. لا انا بعت له ليه؟ ما كنتش عايز يحل عنه. انا عاوز اقول لك لا انا وديتها لمباحث الانترنت يعني فعلا. انت بس عشان ايه عايز تعسسه بالخطوره؟ الله ينور عليك. انا عايزه انا على فكره انا عايزه عايز يعني مش ما تشتمنيش يا كابتن اسلام. ما تشتمنيش. لا ما في كابتن اسلام ده بيئه العمليه فيه منتهى الخطوره. انا عايز اقول لحضرتك بقى احنا قلنا بس الاستاذ كرم جبر والهيئه الوطنيه للاعلام على فكره ضمن منظومة الدولة المصرية وفي قصة الميديا الدولة أعطت الحقوق كاملة للنقابة والمجلس الأعلى. الآن في المجلس الأعلى للإعلام وأنا ذهبت حيث شكوى مواطن مندوب عن القاهرة 24 وأكيد في زملاء بشوفهم من الأهرام للتحقق من حق المواطن إذا ما كان هناك ما يمكن أن يشير نحوه بأنه كان ضده ضد أي شيء ما في الصحافة. إذن هنا هناك ضوابط اهو علينا نحن أهل الإعلام, فاللي ما يلجأش للمجلس الأعلى تجاه إذا كان منهم إعلاميون وصحفيون يبقى احنا غلطانين في حق نفسنا وفي حق المهنة. إذا كان بينهم إعلاميين يا أستاذ جمال وأستاذ محمود وأستاذ علاء ولا نلجأ احنا كده أو نذهب للسيد النقيب ونطالب بإيقاف هذا العبث لأنه محسوب علينا يا جماعة. بص يا كابتن.